في ظل استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي في البلاد، حذر عدد من الأطباء والمختصين من خطورة التجمعات البشرية الكبيرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لدورها في زيادة معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ودخول المرضى إلى المستشفيات. نعم صباح، ومع استمرار انتشار السلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19 أوصى عدد من المختصين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد تلقي اللقاح وتجنب التجمعات البشرية التي تعتبر الملاذ الوحيد لانتشار الوباء. عيد آمن خالي من المخاطر، لن يتحقق هذا الهدف إلا برفع أعلى مستويات الحيطة والحذر والالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية حتى بعد تلقي التطعيم. الكثير من الناس يعتقدون أن إذا في مناسبة بعد أسبوع أنا اليوم تطعمت إذا أنا آمن، وهذا مفهوم خاطئ. دائما التطعيم يعطي مناعة لاحقة على الأقل 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي وجود فئة من المطعمين لدرجة قريبة جدا أو مسافة أو زمن قريب جدا لا يعطي المناعة الكاملة. في ظل الانتشار الوبائي الموجود في البلد وعدد الحالات اللي نسمع فيها وعدد الحالات اللي تدخل العناية المركزة والمستشفيات، ما زال الالتزام بالإجراءات الوقائية ضروري جدا. خلال فترة العيد تكثر فيها الزيارات العائلية والتجمعات، ومع استمرار انتشار السلالات الجديدة الأسرع انتشارا وحدة على المرضى يساهم في مضاعفة الخطورة مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المنظومة الصحية. بعض الناس طبعا خلينا نقول إذا استمروا في مظاهر الاستهتار بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، بعدم الالتزام بتقليل التجمعات والزوارات والأعراس وغيرها، هناك نسبة كبيرة أن ممكن هذه الإصابات تزيد في فترة العيد وفي فترة مثل هذه المناسبات اللي تصير فيها تجمعات. هذه الممارسات ممكن تشكل تهديد للمنظومة الصحية. الأطفال ليسوا محصنين تماما من كوفيد-19 وقد يكونون حلقة أساسية في نقل العدوى للآخرين، مما ينطوي عليه خطر متزايد على أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية. الأطفال صحيح أنهم أقل عرضة للإصابة بالفيروس، أقل عرضة للمضاعفات، ولكن ممكن يعني يكونون عليهم ناقل لهذا المرض، ممكن يحشهم المرض خفيف لكن ينقل حق الناس اللي ما تقدر تأخذ التطعيم أو الناس اللي عندها مشاكل صحية ويكونون سبب في عدوى هؤلاء الناس. ومثل ما قلنا هم أيضا ليسوا محميين 100%، فبالتالي مهم أيضا أن نحرص على هذا خلال فترة العيد. إذن يتطلب من الجميع عدم التهاون أبدا في تطبيق الإجراءات الوقائية، بل يجب مضاعفتها والالتزام بها للعبور بهذه المرحلة إلى بر الأمان. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.